يا دراري كيما كتشوفوا معاكم راه على فيديو جديد ورياكشن جديد. دراري كيما كتشوفوا صورتكم الرياكشن الاولى ديال عبدو دودود غنفوت الحدود. ما كاينش اللي ما كيعرفوش الدراري في داك الطراك ديالو باللي تيرا على السيمور. باش نكون واضح راه باينه تير، ما كاين ما، ولكن الدخله ديال التراك مش بحال حاجه. اللي مازال ما شافش الرياكشن الدراري يهود للشين، هذيك اخر رياكشن حطيت. واليوم غنصور لكم تراك ثاني اللي ان شاء الله غيطلع حسن غدا ان شاء الله، ديال مورو مجهول. كما كتشوفوا الدراري ما كنتعطرش عليكم انا باش كنبدا الرياكشن. غنبداو دابا وغنشوفوا شنو كاين دابا واش من تخت دابا. هاد مجهول هذا ما باليش فيه، فهمتي؟ رجعت كنسمع انا في الراب المغربي شي عناوين كيحمقوا ديال بصح. ما ادري كما كتشوفوا نبداو الرياكشن. واحد جوج جو. علي الصوت. شو دابا هاد البلان اللي عمل هذا بين واحد اللغز الدراري اللي عامق شكل. بلاتي وعرفتي شكون اللي شابر داك الكيتار؟ راه مورونيت. يعني شنو بغا يقصد بيها؟ الفن كيبغيو يظهروا غير اللي بغاو، فهمتي؟ راه واحد الميساج عميق هنا بغا يوصل. Yeah. ولاد القحو بغا يغدروك الا بغيتي دير مز بغا يضحكوا لي. قلت كنقول لكم التراك هذا باين ماشي عادي. ليك فوجك واخا داخل كيكرهوك صباح قريب غتلقاه ولا عدوك اللي كان خوك واللي كانوا هذه كاينه عدوك اللي كان خوك. راه الدقه كتجي غير من قرابه الدراري باش نكونوا واضحين. سيد كيقريوك هما اللي بغاو يكلخوك غيضروك غيتسناو شياطينك كيغروك غيغسلو عليك يديهم تهلا نهارك مبروك. هما صحاب الحسنات تلقاهم الى ساهية عبصو وقت الازمات نحسبو هذا مات الى نفسو ماتت. صحاب الازمات نحسبو هذا مات، يعني ملي كتكون مازدم صافي كينساو كلك. ملي كتكون دايره بيك شويه الحركه كاملين كيزكزكزو عليك باش نكونوا واضحين، ولكن في نفس الوقت حاقدين عليك الصد. ديرا غلطة وفاتت رجلة عند علامات شفنا ما نمات عشنا كوابيس خلينا من اللي بين اجي نشوف في الكواليس فين مخزون الكواريت تما كاين الخوابيس من اللي الرجلة القوابيس حكا بدلوا القوانين فيهم ريحة الدعارة فينا ريحة الكانابيس خلاوك جبت على قوة. هذا قبل ما يدخل الرفران الدراري هادشي طالع خاطر بالرجولة ميمكنش واحد الدخل دخل مورو تبدل، فهمت؟ يعني بغى يعاود على شي حاجه اللي فريمون ضره ديالو بصح شرى القوه. دابا في الطريق اللي ماشي ديال ونسى باللي عندك بزاف ما تقول ما بغاو كلام يوصل لكان اللي بحال ها اللي قلت لكم الدراري في الاول ديال التراك شنو بين؟ بين باللي هو ضرب القطار ومغطي بداك ليزار بيض. يعني شنو بغا اللي بغا يوصل في هذا البلان هذا هو شي الناس راه بحال اللي غنقول لك فهمتي بغا هو يمثل كراسو فهمتي، يعني ما بغاوهش يوصل باش نكونوا واضحين. وهذا الشيء اصلا كيتطرح على جميع الروابا اللي فريمون في يدو ما عندهم ما يقول راه ما كيبغيهمش يوصلوا بالرجوله. ما عرفتش علاش ولكن فماك شي حاجه. لو كان ما تكونش تعيش وتموت مجهول واش باقي خاص نقول واش باقي خاص نشرح باللي بنادم بك مريض الى طحتي كيف راح والسو نعاود اذا طحتي كيف راح شكون اللي كيتمنى لك هادشي هذا غير قرب ليك. يعني من هذه خصكم تردوا البال. قال لي بتروح جابوا الواقع اللي كيجرح كرابي باش تروح ما كرابيش باش تشطح كاين اللي قال كلام وخاوي كاين اللي هادشي هذا رجع قليل في هذا الوقت الدراري.
اغلبيه شوف ما يجيش شي واحد يعرضني في الكومنتاريوس، علاش؟ حيت الاغلبيه ديال الناس شنو خصهم؟ خصهم داك الراب اللي كيغني على العائلات، فهمتي؟ الطوموبيلات، لي بواط، صدم صدم، فهمتي؟ داكشي كاين وقته بالرجوله. الصيف واحد 3 شهور ديالو، فهمتي؟ كيطلع فيها واحد جوج تراكات، ثلاثه تراكات بحال هكاك ناضيين مفرقعين مباركه. ما تجيش مثلا عندي وتقول لي انت كتمزك بوز، انت فهمتي كئيب مع لا الصاد، راه هذا هو الراب. راب اصلا زنقاوي، يعني فهمتي داك التراكات ديال بوز راه غتستافد منه، بلانش بحال هكا راه غتستافد منه، باش نكونوا واضحين. ما يجيش مثلا شي واحد يقول لي لا هذاك هو الراب، الا كنتو ما عندكم هذاك هو الراب ترى الصاد غنمشي يتمزك للداوديه داك الساعه، باش نكونوا واضحين. كان الكلاب وصح وكاين اللي واحد معك كيبان لك جاي باغي صح، شفنا بنادم في كاع لي كاز، عرفنا بنادم في كاع الوجوه، كيقولوا الى خناز الحمر مواليه كيهزوه، دابا الراجل كيحكروه والبكيه كيعزوه، غيقولوا هذا هو واخا عليكم يبزوه، راه كبرنا كيبزوه، واسبوع وسط لي كاش وسط الغابه درنا الزوم، ما لقينا والو في ليريتاج، والفام كيشاهدوا الزور، داكشي علاش تاقوك بيزار، بقاوك تشوفهم غابلور ملي كيطلبوا الاعتذار، رب مغربي دار قاسمين البيوت غابلي زار. حنا قاسمين البيوت قبلي زار، جبت شنو جبت؟ راب مغربي. احنا رجعنا للهضره اللي قلت لكم دابا بعد واحد شويه باش تعرف، يعني كيظهروا على اللي بغاو، فهمتي؟ بالي بلي بعد ما جي من البيبليك، علاش البيبليك كيعجبو داك الشيء ديال الزهود الدريات وما بين قوسين، فهمت؟ اخر كاع بنادم كيعجبو فوق 18، باش نكونوا واضحين الدراري، ما خصنيش نزيد نخسر الهضره في هذا الفيديو هذا. في زاج حيت قبالي بحال ديزار خلاو جبتي فالطريق لي ماشي ديان، ونساو بلي عندك بزاف ما تقول، ما بغاو كلام يوصل لقال لك بحال، لو كان ما تكون تعيش وتموت مجهود. وهذا ميساج موجه حسن شي الناس اللي فريمون كاينين دراري اللي ما باينينش في الراب المغرب، ولكن مقودين في الراب المغرب. كاين دراري عطلعين اصلا، هما شنو كيديروا؟ كيمشيو يتبعوا لك داك الروبا اللي كيغنيو على الدريات والروينه والحاله حاله، وكيخليو لك الدراري اللي كتدوي على الواقع ديال البصح اللي غتستافد منها، غتمزك له غتستافد. ترى اصلا اخر اللي كيمشي يتمزك للدري كيقول لا انا عارف الحايد الدريات حكوا ليك تيبانو سنانهم إلا كان فيك ما يتكال، غيشرقوا عليك فابهم إلا بان فيك ما يتقال، العواج راه كيتقاد والغاشي كيتزاد، واخا مال راه جامي طاحي ما كيتسال، شحال من مرة ضمني خاب دونك عليكم حقدي زاد، ما كنعرفوش لي انسحاب داروا العشرة في المزاد، المعاملة دير الطريق كتخلي العيب يبان، الرجل أخو كتحلو لا كتسد كاع البيبان، لحبيبك راه كيبان إلا خيرك فيه راه دارو، ما كرهش يعطيك ويعطيك معاه إبان، جامي بدلنا الشعار جامي قلنا هاد الشعار، شي كورة بقاو رخاص واخا كون دارو الخمار، ما شي كورة بقاو رخاص ولو كون دارو الخمار، فهمتي؟ ولكن ولو كون كان دارو الخمار اصط هادشي هذا مقود، هادشي هذا خصك تعرفو بالرجل، هذا هو هذا هو الراب اللي خصك تسمع، هذا هو الراب اللي خصك تمزك نيتو. اي كمل على داك البلان. ترى تراك ريمون عدلو هيدا مقود السامورا دراري، كما كتشوفو كان هذا هو الرياكشن، الميساج اللي في التراك راه واضح وانا زيد توضحتو. شوف لا عجبو هضرتي الدراري مرحبا، فهمتي؟ هذه هي الهضره اصلا اللي كاين، اما يجي شي واحد فهمتي كيعجبو داك الشيء ديال بايلا والروينه والتخربيق، راه فهمتي داكشي كاين هايد ديالو، صح حنا كنتمزكوه، فهمتي؟ يعني داكشي ديال الزهو والصيف راه حتى حنا كنتمزكوه، ولكن مثلا تبقى تقول لي عام كامل خصك داك التراكات بحال هكاك باش انت تنشط، ترى الصوت راك غلط، فهمتي؟ يعني كتنافق راسك اصلا، ما كتبغيش تعيش داك الحاله اللي انت فيها، فهمتي؟ بالله يعني مثلا باش تعرف الحاجه اللي انت فيها وكيف تتعامل معاها، راه هادشي الاغلبيه غتمزكو في التراكات ديال الراب، فهمتي؟ بعد ساعات كتدخل غتمزك كتخرج قاري، باش نكونوا واضحين. هادشي هذا راه خصك تكون عارف، راه الراب مثلا ماشي خرج غير باش تمزك له، خرج باش تمزك له وتعمر راسك واحد شويه، راه هادشي هذا في ميريكان معروف الدراري، فهمتي؟ يعني الناس شارفين في ميريكان وكيتمزكوا الراب، ماشي مثلا انا جيت قلت وكيستافدوا منه ديال بصح. حنا في المغرب عندنا الموسيقى اصافي كتمزك لا كد
كتخرج كتبقى تمزك لا فايبي معاها، ما كتعرفش شنو كتقول، شنو الكلمات. واذا جاك شي طرا كئيب ولا شي حاجه كتقول اخليه الناس اللي كئيبين ديال الحب ولا ما لا الصوت لا مش كون واضحين. المهم الدراري كان هذا هو التراك اللي عجبكم، نتمنى تابوناو ديروا شي، يلا بيس.